أعزائي المشاهدين الحلوين الطعمين، أهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكملة. وعايزة أفكركم مين اللي مكمل معانا من الأسرتين اللي منورنا من امبارح، الأستاذ يونس وأخته الأستاذة ليلي ومامتهم الأستاذة ليلى وباباهم كمان الأستاذ حسام. وعندنا الأسرة الثانية أسرة الأستاذ مالك وبنت عمه الأستاذة لورا اللي جميلة جدا وبتكسب حاجات كتيرة جدا، وكمان مامة مالك الدكتورة منى وبابا الدكتور أحمد. أهلا وسهلا بيكو، عندنا حاجات كتيرة نعملها النهاردة، بس تعالوا الأول نفتكر حصل إيه امبارح ونرجع تاني على طول. ستادي ستادي جو. الله لا 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 حبيبي ده بابا. أيوه محافظة بها جبل سانت كاترين. معلش حسن بطل قصتنا النهاردة هو المسمار. هي برافو. لعبة من ألعاب بابا وماما اللي معرفش بقى لسه مكملة لغاية دلوقتي ولا لأ، بس انتوا عارفين تماثيل اسكندرية؟ اه عارفينك انتوا عارفينها الكبار اكيد، صغيرين عارفينها؟ ايوه. طيب يعني احنا هنعمل بوز ما فيهوش ابتسامه، انا عشان عارفه الحركات دي ومش هنتحرك خالص. اوكي؟ اوكي. يلا تماثيل اسكندريه، تماثيل استوديو مصر، تماثيل ما بتتحركش. ايه ده اللي بيضحك لوحده؟ ده انا ما جيتش جنبك لسه. اتفضل اتفضل اطلع، حضرتك بتضحكي؟ ضحكت من الاول؟ اه والله. ده انا شايفاك، ده انا داخل عليك بتضحك. طب ايه هنعمل ايه؟ ماما مثلا حبيبي طلع، جوزك ايه ده؟ اطلعي اطلعي ورا بابا، اسرتك بتتبخر، اسرتك بتتبخر، ما بنفضل لكيش غير يونس. اطلع يا يونس، لقيتي واقفه لوحدك ثبات انفعالي مش طبيعي، ولكن هذه الأسرة بتضحك أول ما بعمل كده. اطلعي اطلعي اطلعي. ايه ده؟ ايه ده؟ اطلع، أنا ما جيتش جنبه. طيب ماشي، أنتِ أنتِ أنا ما جيتش. الله، الأب والأم، هل لك أن ثبات انفعالي مش طبيعي. هو كان دكتور، قلت لي انت دكتور ايه؟ مش هترد عليا؟ طب بابا ولا ماما هنا؟ بتصرخ بتقول لك الحقين. مش ممكن، ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعم ده؟ الرجل الغامض انت كنت تلعبها وانت صغير بقى يا فندم، ده واضح ان انا ايه. طب هو على طول رياكشن لس كده؟ ده العادي. ها ده العادي، يعني بتقول لها بحبك بنفس الاداء، بس يا ولد بنفس الاداء، مش عايز بنفس الاداء، تسلم ايدك بنفس الاداء. طب مفيش خلق، مفيش، هو كده على طول. طب هي كده على طول برضه مفيش رياكشنات، ما بتفكش خالص، فرفوشه. طب فين الفرفشه؟ طب ايه بقى؟ طب ايه؟ لا مش مصدقه، ايه الشطاره دي؟ طب انا اقول لكم على حاجه بقى، اللي هيرمش هيطلع الاول. ايه رايك؟ ده مش ممكن، ده مش ممكن. طب هترمش؟ عاده بيقولوا الصوت مع العين بتقفل. رمشت رمشت، شفتك رمشت خلاص. انا بتكلم بجد يا دكتور، كلنا شفناك، البيوت كلها شافتك. والله ما بس هي ما رمشتش كده. ما ايه يا ماما؟ خلاص يا ماما، ده ماما لسه واقفه كده اهو. طب يعني في شطاره، حلاوه، طعامه، لذاذه. تعالوا بقى نروح نشوف التحديات بتاعتنا النهارده ايه. برافو والله برافو، ثبات انفعالي خطير. جينا لتحدي الكور والاجوال، وكل واحده طبعا عارفه هتعمل ايه. ف
في دماغه. ايوه مفيش بقى حنيه هنا خالص. ما تقلقيش. علشان عايزين نحقق اجوال، اوكي؟ مركزين؟ مركزين. يلا بواحده واحده كده معايا، ريدي ستدي جو. واحد. الله الله، فدائي فدائي فدائي. ماشي هات الكوره. واحد. تعالى بقى بسرعه، ما تعديش كده تاني عشان ما تقعش. يلا ادي لماما الكوره، ادي لماما الكوره، واقعد هنا ارجع مكان. يلا كوره. انت لعبتي اتنين؟ ماشي العب. يلا اتنين. الله الله، برافو يا بابا. تلاته. ماشي حلو قوي، هات الكوره. تلاته. ايوه برافو، هات الكوره بسرعه من ورا من ورا. يلا اربعه. برافو، هات ماشي من ماشي ماشي ماشي. يلا بصي، استني استني استني. يلا يا مالك اربعه. الله 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 الله، ماشي حلو قوي. هات الكوره انت مين. خمسه. حلو قوي، الكوره جنبك اهي، دي لماما. خمسه. يلا يا يونس، خمسه يا ماما. مفيش ولا جون دخل، معقوله؟ برافو، فدائي فدائي فدائي. هات الكوره. يلا سته. خلي بالك على بطنك يا حنين، هات الكوره يا حنين. يلا سته. الله، ايه ده ايه ده. يلا بسرعه يا ملوكه. يلا سبعه. الله الله الله، دخلت عارضه الحمد لله. سبعه. الله الله الله، برافو. يا سلام يا سلام، الابهات عامله شغل عالي. تمانية. ايه يا ولد ده انت فدي قوي يعني. تمانية. برافو برافو. يلا كل واحد معاه كورته. يلا تسعة. يلا يلا يا لا مش انت. يلا يلا تسعة. حلوة قوي. تسعة. ادي برافو. انت اتخبطت في العارضة، معلش معلش. انت كويس الحمد لله. يلا بعده، اللي بعده اخر واحدة. عشرة. الله شكرا. عشرة. حلوة قوي قوي قوي. صفر صفر يعني، ومحدش جاب جون في التاني، والابهات فدائيين جدا جدا جدا. يلا نخش نشوف التحدي اللي بعده ايه على طول. برافو. جينا بقى لتحدي الجينجا، وهنشوف مين اللي هيوقع البرج النهارده. حد عايز يعترف على نفسه؟ ما حدش اعترف. هنشوف مين. يلا يا دكتور. اول واحده بتبقى اسهل واحده. ايوه يا سلام يا سلام. هتقع يا بابا، ليه مفيش ثقه ليه؟ برافو بابا. يلا يا بابا. يلا يا بابا. ماما لا انا هكمل عادي. هو فريد تاني عمال. بس جميله والله، شعور جميل منها. نبيل برافو. يلا يا دكتور. لا دكتور هي. انت دكتوره برضو مش كده؟ طبعا. بتدي حقن بقى وايدك خفيفه صح؟ بسحب دم. تسحبي دم؟ طب لا ايد واحده بقى. تعرفي تسحبي دم بايد واحده؟ ارجوكي ما تعمليش كده. طب اللي تحتها لوس اكتر. هتكسري اللي لون عامله يا دكتور. ماشي. يا دكتور اسحبي دم يا دكتور. مش صاحبه في ارواح ناس. طب ما دي لوسه اهي يا دكتور، انت مش مركزه. مش مركزه. طب والله ما يا دكتور بايد واحده. لا ما هي عم الدكتور بنقول عليها حتى لو بالظبط. يلا ايه ده؟ يلا يا ماما. ايه ده؟ ده ايه يا دكتور؟ تعالي حطيها صح. طب ما انا لو وقعت تبقي وقعتي. يلا يا ماما. هو المفروض اللي يوقعها يكسب؟ لا يخسر. تحاولي تبيعي لي ايه؟ برافو. سلام نصائح الزوج. ايوه انا بمشي بالنصايح على فكره. والله ربنا يخليهولك. يلا يا لورا. راحة يا لورا. في النص تحت. لورا في النص تحت. ما تعمليش اللي انا عايز اعملها. بيقول ايد واحده يا لولو. ايد واحده يا لولو. تعالي من هنا كده، بصي هنا تلاقي هنا لولو. لورا بسم الله. سمي استنوا بس عشان
برافو يا لورا، بالراحه قوي بقى. بالراحه قوي، برافو. يلا يا ليلي. بالراحه يا ليلي. ها لا يا كوكا، بالراحه يا ليلي. ايه الحماس ده؟ تعالي كده او كده. بلاش دي خالص. بابا بيقول لك بلاش دي. اه في واحده طلعت لك لوحدها. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله حبيبتي طبعا. خلي بالك وانت تحطيها. يلا. الموضوع بقى صعب قوي. ملوكه بالراحه خالص. ملك يا ملوكه. صعب اه بس انت قدها. بالراحه يا ملوكه. سيبوه يا جماعه. لا لا سيبوه. ملك. ملك. مامي بتقول لك من تحت. تعالى كده. اهي برافو، هي طلعت معايا. برافو. حطها بالراحه. حطها بالراحه قوي. لا العكس يا ملوك. انا هساعد مالك ان انا احطها. شكرا يا مالك. شاطر يا كوكا. يلا يونس روح. يونس يونس اهي في واحده طلعت في ايدك يا يونس. في واحده طلعت في ايدك. برافو يا يونس. تعالوا نشوف التحدي اللي بعده هنعمل فيه ايه. مكملين تحدياتنا ودلوقتي بقى معانا تحدي الجردل والكور. فرق اطوال رهيب. هنشوف مين هيعمل ايه والبقاء للكور الاكتر. جاهزين؟ جاهزين. ممكن نوطي كده بس مش هنعمل حاجه ثانيه. ها ونحلق بقى الكور. ايه كل واحد عارف هيعمل ايه. ريدي ستيدي جو. والله برافو. يا نهار ابيض على روح التعاون. برافو يا بنتي. برافو. يلا خلي بالك يا يونس. خلي بالك. بص لي ليه؟ خلي. جاي؟ اه. ماشي. خلاص؟ تعالى اقف جنبي هنا. يلا تعالى. مالك جمع كولكت. كولكت يا مالك. ارفع ايدك. ارفع ايدك يا مالك. ارفع عند لورا. ارفع عند لورا. برافو يا مالك. يلا تعالى. تعالى بسرعه. يلا نعد بقى الكور اللي عند بعضنا. يلا تعالوا بقى كده الاسر. نبتدي بالفريق الاحمر. واحد. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. 12 كورة عند الفريق الأحمر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 كورة عند الفريق الأصفر. وبكده يبقى فرق كوره واحده عند الفريق الاحمر يخليهم يكسبوا التحدي ده. برافو والله. جريت جيم. جريت جيم. جريت جيم. برافو. كله يتبسط. كله يتبسط. احنا في رحله سعيده. يلا نشوف عندنا ايه تاني. انت بقى هنعمل ايه تاني؟ هقول لك. تحدي البالونات وفرقعه البالونات. هنشوف مين من البنات اللي هيفرع البالونات الاول وهيوصل للبالونه الخضراء. جاهزين تشجعوا البنات؟ جاهزين. يلا يا بنات جاهزين؟ جاهزين. هقول ريدي ستيدي اند جو. الله. زي ما انت. زي ما انت. ارجعي تاني. ارجعي مكانك. ارجعي مكانك. لا مش انت يا حبيبتي. انت ما اتحركتيش اصلا. يلا كملوا. يلا يا ليلي ركزي. ركزي يا ليلي. يلا يا ليلي. امسكيه من النص يا ليلي. لا يا ليلي. امسكيه من النص يا بابا. برافو يا لورا. قربتي قربتي. امسكيها كده ونشيني. يلا ليلي. ركزي يا ليلي. يا نهار ابيض. يلا حلوه قوي. اتقدمي يا ليلي. يلا يلا. برافو. خطوه واحده ليلي. خطوه واحده ليلي. خطوه يا ليلي اكتر. مكاني مكاني يا ليلي. كملي يا ليلي. برافو. خطوه واحده لورا. لورا قدام. قدمي يا ليلي. ليلي ايوه. برافو يا ليلي. خطوه كمان ليلي. بس يلا يلا كمان مره. برافو. يلا ركزي ليلي. مكان بقى من مكاننا. من مكاننا. برافو ليلي. خطوه واحده صغيره بس. لورا مكانك. يلا يلا. مين هيوصل البالونه الخضراء الاول؟ خطوه كمان من عندك. من عندك. يلا مين هتفرع على الخضراء الاول؟ يلا يا لورا. يلا يا ليلي. فوق فوق. ايوه كده يا ليلي. لا من الارض. من الارض. هاتي على الارض. يلا لورا جاي مكانك. وفوق من النص يا ليلي. انت من النص. يلا يا لورا. مين اللي هتفرع البالونه الخضراء؟ برافو.
قادرة، يبقى الفريق الأصفر هو اللي كسب التحدي ده. برافو لورا. يلا بقى نروح نشوف هنعمل إيه في البلاي ستيشن. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. جينا بقى للبلاي ستيشن وهنشوف الأستاذ مالك والأستاذ يونس هيعملوا إيه ومين اللي هيسبق بعربيته اللي معاه. جاهزين يا ولاد؟ جاهزين. وانتوا جاهزين تشجعوهم؟ جاهزين. طب يلا بينا، دوس 3 2 1 جو. حاضر. مالك في ال 19. يونس بقى اللي في ال 19 ومالك بقى في ال 20. برافو. اهم حاجه خدوا بنزين لما تلاقوا بنزين. برافو. ايوه كده، خد بنزين. برافو. برافو يا مالك. يونس برافو، خد بنزين. برافو يا يونس. مالك في ال 18، مالك في ال 19. خدوا بنزين لما تلاقوا بنزين يا ولاد. بقى في ال 17. مالك بقى في ال 17، بقى في ال 18 تاني. ولسه يونس في ال 19، خد البنزين يا يونس. بقى في ال 17، في ال 16، 17 تاني. 18 و 19 ورا بعض. هما الاثنين في اخر السباق اصلا. يلا بينا. 16 مين ده؟ حلو ده، حلو ده. مين اللي في ال 17؟ 16. يونس اللي في ال 16 والثيرد لاب. برافو. 15. برافو يا يونس، اهم حاجه تاخد بنزين. يونس في ال 15. برافو يا يونس. لسه مالك بيصارع ورا. ويونس بقى في ال 12. برافو يا يونس، اهم حاجه البنزين يا ولاد. برافو برافو برافو. ايوه كده، برافو. يونس مركز جدا وبقى في المركز ال 12. وراه على طول مالك في ال 14. اتقدم مالك ويونس في نفس الوقت. بقى في ال 11 يونس. خلي شفت فيول. ما عندكش بنزين يا كي يا مالك. وانت كمان ما عندكش بنزين. عمال اقول لكم لازم تحطوا بنزين يا ولاد. بس انت في المركز العاشر. اللي تحت عندنا مشاكل البنزين واللي فوق برضه. حط اثنين. يلا يلا خدوا البنزين. برافو. فاينل لاب، اللفه الاخيره ومفيش بنزين. عندنا مشاكل بنزين عند الاثنين. بس بس مالك في المركز ال 11 ويونس في المركز التاسع. وخلص بنزين للاسف الشديد. يلا يا كوكا، يلا يا كوكا. مالك بيخلص بنزين واو وعداه. شاطر يا كوكا. عداه مالك عشان كان معاه شوية بنزين. عدوه وبقى في المركز العاشر. كده مين اللي ايه؟ انت اللي كسبت برضه على فكرة. انت بتبص لي كده ليه؟ ما هو خلص بنزين فانت عديته، بس انت بقيت في المركز العاشر. بس انت عديته فخير ان شاء الله. عامة يعني تعالوا نروح نشوف بقية ألعابنا ايه ونكمل بقى مع بعض ايه التحديات واللعب بتاعتنا. ماشي. وصلنا بقى للكونكت فور وهنشوف مين الفريق اللي هيعرف يكون اربع كور صف واحد الاول. جاهزين يا امهات؟ جاهزين. جاهزين يا اولاد تدوا لماما الكوره بسرعه؟ جاهزين. تيم ورك بقى وسرعه وكده. ماشي يلا واحده واحده على طول. نبتدي بالفريق الاحمر. اديها الكوره. الله هاتي حبيبي. الله على الجاهزين. اديها الكوره يلا. اشمعنى دي؟ يلا احمر. برافو على طول دخلت. اصفر يلا دخلت بقى ما دخلتش. احمر يلا يا يلا بسرعه. احمر اديك كوره جاهزه. اصفر يلا احمر. برافو يا عم دورك انت. برافو برافو برافو. احمر عماله تدخل. اصفر ما دخلتش ولا مره. يلا ما فيش، ده انت الطويله اللي فينا. يلا احمر حلو قوي. اصفر احمر. برافو فاضل لك واحده. اصفر اقفلي عليها. ما قفلتش عليكي. يلا انت بتلعبي باسكت ولا ايه؟ برافو. احمر فاضل لك. ماشي يلا. اصفر احمر يا ابني اديها الكوره. يلا اصفر قفلت عليكي في واحده بس عندك واحده تانية. يلا احمر يلا يا ماما. فاضل لك واحده هنا وواحده هنا. اصفر حاولي تقفلي عليها. قفلت عليكي في دي، فاضل لك دي. ماشي حلو قوي الماتش ده حبيبي. اصفر
يلا اصفر. اه قفلت عليكي تاني. احمر اصفر اديها الكوره يلا. يلا يا ماما. احمر يلا يا ماما بيقول لك. ماشي حلو قوي. اصفر ها احمر برافو حلوه قوي. اصفر ايه ده لسه ده انت خلصتي برافو. ماما النهارده متالقه يا جماعه مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خلصت بسرعه جدا مع محاولات ان انت تقفلي لها كل المحاولات برضو كونت صف بسرعه جدا جدا. شطاره حلاوه طعامه. تعالوا نشوف يحيى وكنوزه يقولوا لنا ايه النهارده ونرجع تاني نكمل لعبنا وحوادثنا وحركاتنا وكل حاجه. يلا بيك يا أصحابي. دلوقتي البالون هياخدنا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو عن الاكتشافات الحديثة في مصر القديمة. يلا بينا نشوف. قريتوا الخبر ده؟ خبر إيه يا كنوز؟ اكتشاف جديد لآثار من الحضارة المصرية القديمة. هو معقول لحد دلوقتي وبعد آلاف السنين لسه في عصركم بتكتشفوا آثار من الحضارة المصرية؟ علماء الآثار يا سينو بيأكدوا إن مصر فيها آثار لسه محدش اكتشفها من كل العصور القديمة، ما تقلش أهمية وعظمة عن اللي تم اكتشافها، وده معناه إن في السنين اللي جاية هيكون في اكتشافات جديدة كمان. تعرفوا نفسي في إيه؟ نفسي اكتشاف من الاكتشافات العظيمة دي يتعمل فيلم سينما والعالم كله يتفرج عليه. طبعاً أنت يا سينو عاوز تعرف يعني إيه السينما؟ السينما هي المكان اللي الجمهور بيدخله عشان يتفرج على فيلم اتصور من الممثلين. تحب أقول لك بقى مين أشهر ممثلين في عصركم؟ إيه ده إيه ده يا سينو؟ عرفت كل ده إمتى؟ واوعى تقول لي إن أصل السينما كان موجود في كيمت. لا يا يحيى أنا اللي شرحت له، شافني بتفرج على فيلم وشرحت له كل حاجة أعرفها عن السينما والتمثيل. بس ده ما يمنعش أقول لك المفاجأة وهي إن فن التمثيل كان موجود فعلا في كيمت. ممكن يكونوا أخدوه من حضارات تانية زي الحضارة اليونانية مثلا. لا المصريين القدماء عرفوا فن التمثيل والعروض المسرحية قبل الحضارة اليونانية. قالوا الشعر على المسرح وكانوا بيمثلوا وهم لابسين أقنعة على وشوشهم. نرجع بقى للخبر اللي كانت بتقراه كنوز. لو فعلا الاكتشافات الأثرية كل ده لسه ما خلصتش، إيه هي أهم الآثار اللي تم اكتشافها في العصر الحديث؟ من سنين طويلة يا سينو والاهتمام بالحضارة المصرية زاد وبقى بيمثل هوية مميزة لكل اللي عايش على أرض مصر، وده خلينا نحب ونهتم بكل شيء يخص مصر القديمة. ومن الاكتشافات المهمة كان اكتشاف خبيئة الدير البحري في الأقصر. الحكاية دي يا سينو بدأت من حوالي 120 سنة. في يوم من الأيام كان راعي غنم قاعد بيرعى أغنامه في صخرة في محافظة الأقصر، واحدة من الماعز اللي معاه جريت بعيد وفضلت تجري وتلعب من غير ما صاحبها ياخد باله، وفجأة لاحظ إن الماعز بتوعه ناقصين واحدة، فضل يدور عليها في كل مكان لحد ما لقاها واقفة فوق مكان، ولما بص كويس لقى إنه سرداب لتحت الأرض. قرر راعي الغنم ينزل، ولما نزل لقى قدامه الكنز. بعد فترة قدر علماء الآثار وقتها يوصلوا للمكان وتم الإعلان عنه باسم اكتشاف خبيئة الدير البحري. اكتشفوا مومياوات ملوك كتير زي سقن نراع وأحمس وتحتمس الثاني والثالث ورمسيس الأول ورمسيس الثاني، ومومياوات لسيدات من الأسر الملكية برضو زي مومياء أحمس نيفرتاري. ودي المومياوات الذهبية يعتبر من أهم اكتشافات القرن 21، وتعتبر أكبر مكان دفن تم اكتشافه للعصر الروماني واليوناني في تاريخ مصر. وفي كمان اكتشاف مهم قوي وهو اكتشاف مقابر كوم الشقافة. الأستاذ عصام حكى لنا عن الموضوع ده وكانت صدفة عجيبة. في يوم من الأيام حمار كان ماشي عادي وفجأة الحمار اختفى، وبعد ما دوروا عليه اكتشفوا انه وقع في حفرة 12 متر، ومن هنا اكتشفوا واحد من أهم الاكتشافات اللي فيه فنون من العصر المصري القديم والعصر الروماني واليوناني كمان. ده غير الاكتشاف الأعظم في تاريخنا وهو اكتشاف كنوز الملك توت عنخ آمون. أيوة احكولي بقى احكولي ازاي اكتشفتوا كنوز الملك توت؟ لا دي حكاية طويلة، نخلص مذاكرة ونحكي لك يا سينو. اتفقنا، أكون أنا خلصت فيلم السينما اللي بشوفه.
رحلتك النهاردة، قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة. أنتوا عارفين يا أصحابي إن زي ما في آثار في باطن الأرض، في كمان آثار في البحر، زي مثلاً آثار خليج أبو قير، وقدروا كمان يعيدوا تركيب فنار الإسكندرية واللي يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع. وبكده يا أصحابي تكون خلصت فقرتنا، استنونا في فقرة جديدة ورحلة سعيدة. وصلنا للمطبخ بتاعنا. من ساعة ما وصلوا الرحلة وهم عمالين يقولوا لي هنطبخ إمتى هنطبخ إمتى. تحبوا أنتوا الطبخ؟ قوي يعني؟ وبتساعد ماما أنت ولا بتساعدهاش؟ بساعد. بتساعد؟ تعمل إيه يعني؟ أديها الحاجات طبعاً بساعدهاش عشان ما تتلسعش. ما تتلسعش، إحنا بنجيش جنب النار ولا جنب السكينة، بالذات في السن الحلو ده. بتديها إيه؟ بديها بس. بتديها بس؟ ماشي، وأنت بتعمل إيه يا يونس؟ وأنا ماما مش بتقدر تخليني أساعد خالص؟ طب بس ممكن نشيل الأطباق مثلاً بعد ما نخلص الكوبايات. نشيل الأطباق كمان. أيوه نشيل السفرة، نحضر السفرة. طيب إيه رأيكم أعلمكم حاجة سهلة وبسيطة ولذيذة وتقدروا تعملوها، ولو قلتوا لماما هنعملها هتخليكم تعملوها. إيه رأيكم نعمل عصير برتقان بالجزر؟ حلو ده ولا ما دقتوش قبل كده؟ لا مش عايز. لا لازم. مش هشرب. لا هتشرب، ده أنت هتعمله وهتشربه بنفسك كمان. مش أنت عملت لي عايز أطبخ وآكل وأشرب؟ لا أنا كنت عايز آكل بجد. هتاكل وهتشرب. أنت أخواتك هيعملوا سلطة حلوة وإحنا نعمل عصير حلو جدا جدا جدا. إيه رأيك؟ بص 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 هتتبسط دلوقتي، انا ايه هفهمك الموضوع حلو ازاي. هنحط الجزر، هنحط الميه، هنحط الجزر وهنحط الميه وهنحط كمان البرتقال. مين بيحب البرتقال؟ انا بموت في البرتقال في الشتاء. برتقال عندنا فيه بقى فيتامين سي، فبيخلينا يبقى عندنا مناعتنا قويه تجاه اي برد او اي حاجه. مين بقى انا اللي هحط البرتقال؟ كده اهو. انا هشرب نص واسيب بابا نص. ماشي اوكي. طبعا ايه اللي مش معانا ده هنشيله وهننضف بعد ما نخلص. أنا بعد كده بابا نص عشان مش عايز اشرب. عشان انت جميل والله، عشان هتدوق بابا. ماشي هنحط ايه تاني غير البرتقال؟ الجزر. الجزر. الجزر بقى فيه فيتامين ايه؟ سي. ايه اللي هو الف. بيعمل ايه بقى فيتامين الف ده؟ حد عارف؟ بيحمي العين وبيقلل خطر الاصابه من اي فيروسز. ايه انا كلت جزر. كلت جزر بس في المدرسه. بس في المدرسه. طب ايه رايك نحطه على العصير بتاعنا؟ ايه رايكم كده اهو؟ يلا نحطه كله مفيش خساره. ماشي مين هيصب لنا الميه بتاعتنا؟ يلا انا بقى هساعدك يا يونس. يلا عشان انت هتحط لنا السكر بقى. اوكي يلا بينا. يلا يا يونس اساعدك، امسك الكوبايه الازازه قصدي، ونعمل كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. حلو كده اهو كده اهو. كفايه كده؟ كفايه كده. حلو ماشي. هتجيب معلقه؟ روح هات معلقه بسرعه علشان نحط السكر. يلا بسرعه بسرعه. يلا نحط بقى الايه؟ كبيره ولا صغيره؟ كبيره. نحط السكر صح؟ صح صح. يلا بينا. جاب السكر، هنحط السكر. حط ايه؟ 1 2 ممكن كمان ونص. اوكي حطينا السكر، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه قولولي؟ هنقفله. هنقفله طبعا، لازم نتاكد جد كويس جدا انه مقفول كويس جدا. وهنجيب الخلاط بتاعنا كده اهو، نعمل كده اهو نتاكد ان هو مقفول. ويلا يا استاذ يونس شخ شخ. يا سلام. حلو بس كده. يا سلام شكله جاهز ولا ايه؟ ولا نضربه ضربه كمان؟ ده ضربه كمان عشان خاطر بس كده جهز، وبقى جاهز للاستعمال والتجربه. انا مش هشرب. لا انت هتدوق وتدي بقى لبابا قلت لي صح؟ يلا ندوق الاول. واحد بس. ايوه ما انت ليك كوبايه وهو كوبايه. مش هو اشترك؟ صب لنا شوية. ماشي انت هتروح تدي الباقي لبابا وماما، قلنا هديك الكوباية كاملة. كل ده؟ كل ده. ايه رأيك؟ يلا ما تدوق كده وتقولي رأيك ايه. دوق انت، قلنا هندوق وبعدين ندي الباقي لبابا. حلو؟ طب يلا روح ادي الباقي لبابا. برافو. انزل كده انزل. يلا يلا ونشوف البنات هيعملوا ايه وانت كمان. حلو؟ طب يلا حبيبي الهنا والشفا. رحلة سعيدة.
ايه الاخبار؟ الحمد لله. حماس رهيب. نفسك تبقي انت نفسك تطبخي من اول ما جيتي صح؟ ايوه. هنعمل حاجه حلوه قوي قوي قوي. ما جيت سلطه مكرونه بالخضروات والدريسنج خطير ورهيب. ايه رايكم نتعلم نعملها مع بعض؟ اوكي ماشي. انت يا استاذه انت هطلب منك تعملي لنا الدريسنج بتاعنا اللي هو الصوص. انت هتعملي طبعا كل حاجه. هنحط المايونيز ده يا استاذه. اوكي انا. ايوه امال مين؟ يلا نجيب معلقه عشان نحط بيها مايونيز. ده مايونيز. ده ايه؟ مايونيز عشان تحفظي بقى وتعمليه في البيت لوحدك. اوكي ده مايونيز. حطينا المايونيز. حطينا المايونيز. برافو. هنحط ايه كمان على المايونيز؟ ايه؟ هنحط ده ايه؟ ده ايه؟ بصل اخضر. مفيد جدا جدا جدا. وده كمان. انا مره قعدت اعمل كريب مع ثوم. كريب؟ لا استني هجيلك اشوف موضوع ايوه برافو. ايه ده؟ ثوم. ثوم ثوم. اه اسمه ثوم. ودي ايه؟ هتعرفي من ريحتها؟ مش هتعرفي من ريحتها. كزبره. برافو. ايه ده شاطره جدا والله. انت تخشي المطبخ كتير صح؟ اه والله شاطره جدا. كزبره. وده ايه؟ ده نخليه في الاخر. وده ده ايه ده؟ فلفل اخضر. فلفل اخضر. بص يا ست البنات هتحط لنا الحاجات دي على بعضها وتخلطيهم تخلطيهم لما ماشي. تجهزي هتقولي لنا ماشي. يلا قولي لي بقى كنت بتعملي كريب ايه؟ هبدا بايه؟ لا انت ابداي بكله على بعض. يلا قولي لي الايه؟ كريب فراخ. كريب فراخ. طب عملتي السلطه دي قبل كده؟ لا. طب ما تيجي نتعلم نعملها ازاي مع بعض. هنجيب مكرونه مسلوقه. مكرونه ايه؟ مسلوقه. يعني احنا سلقينها يعني ماما سلقتها اوريدي واتصفت خلاص. هنخلي ماما تحضرها لنا. نحط المكرونه بتاعتنا كده اهو حبه حلوين عشان الثوم مش راضي ينزل. ايه اللي مش راضي ينزل؟ نزليه بالمعلقه. عندك معلقه ورا اهي دي. حلو. فين المعلقه؟ روحي خدي معلقه من الشمال. يلا حطينا المكرونه بتاعتنا كويس كده. هنحط ايه تاني؟ ايه ده يا استاذه؟ بسله. بسله وايه؟ بسله وخضار. بسله وخضار بس كده خلاص. بسله وفاصوليا وجزر وذره. كل دول معمولين مسلوقين مع بعض. خضار مشكل في الاخر. يبقى ايه ده؟ خضار مشكل. خضار مشكل مع ذره. اوكي هنقوم ننزل. ايوه هنقوم منزلينه كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. حلوه قوي كده. ايه رايك تقلبي؟ يلا تعرفي تقلبي صح؟ اكيد تعرفي. قولوا لي بقى يا بنات. ايوه انا هلم انا الحاجات اللي مش عايزينها دي. سلام على الشطاره. لما بتساعدوا ماما في البيت بحب اسال السؤال ده قوي واتاكد منه معلش. هل بتساعدوها وتسيبوا لها المطبخ بايظ خالص؟ لا. ولا لا ايه؟ ممكن اساعد؟ لا طبعا. بتعملي ايه يا استاذه احكي لي؟ بنظف المطبخ مع ماما. يا سلام. ولما تقع مننا حاجات كده بنعمل أنا ايه؟ اه مناديل ورا. مناديل ورا. مناديل ورا. لورا بتقولي ايه؟ عملتي ايه؟ مره قعدت انضف في المطبخ. اه وماما قعدت. وماما قعدت؟ ايوه. يا روحي ريحت يعني ريحتيها يوم؟ ايوه. والنبي على البنات بتعملي طعامه؟ ده انا عندي 5 سنين. يا سلام. وانت عندك 5 سنين؟ طب ودلوقتي بتعملي ايه بقى؟ لا بس برضه بساعد يعني. دلوقتي بتعملي ايه برضه؟ ما عملت برضه ها؟ بساعد ماما وبناولها الحاجات. اه. ومره بقى قعدت اعمل مع جدتي الكريب. يا ولد فتعلمتي بقى الكريب. أيوة. طب انت هتعلميه بقى جدتك السلطه دي؟ هي علمتك. أيوة. حاجه انت هتعلميها حاجه. أيوة. صح؟ ماشي حلو قوي كده. احنا خلصنا تقريبا تقليب هنا وهنا. خلصنا هنا. ايوه ممكن تشيلي دي تحطيها تحت بقى في الدرج بتاعنا. ايوه في الطبق ده. ده؟ الطبق ده اهو الفاضي اهو. ده؟ ايوه. هنحط بقى الدريسنج اللي احنا لسه عاملينه ده اللي الاستاذه ليلي عملته. عملتي ايه يا ليلي؟ تعالي نرجع تاني. عملتي ايه؟ حطيت كزبره فريش. ايوه خضرا. حطيت بصل خضرا وحطيت ثوم وحطيت بصل اخضر وحطيت ايه تاني؟ فلفل اخضر. وحطيت فلفل اخضر. ايوه. واحنا هنا حاطين ايه؟ بسله وفاصوليا وجزر وذره ومكرونه مسلوقه. ومكرونه مسلوقه كله طبعا مسلوق. الخضار طبعا. كله مسلوق طبعا. كله مسلوق. ايوه حلو قوي. حطينا بقى المكرونه والصوص. احنا فينا حاجات عايز تتنضف يا بنات وانا بقلب كده ساعدوني عشان نخلص في نفس الوقت. بالمناديل اهو جنبكم. ايوه حطينا بقى وقلبنا كويس السلطه بتاعتنا الحلوه. بناتنا الامارات بينضفوا المطبخ اول باول عشان ما نسيبش الماما المطبخ بايظ ونبقى حلوين وفله وطعمين. نجيب بقى ايه؟ الحلاوه بالجارنش بقى اللي في الاخر. زيتون. يا سلام على الزيتون وحلاوه الزيتون
في سلطه الباستا او سلطه المكرونه ونقلب نقلب. انا عماله بقلب، انا بقلب وانتوا ايه هتدوقوا شكلكم صح؟ ايوه. جيبوا بقى شوكوا كده واستعدوا لي عشان ايه هندوق الحلاوه اللي انتوا عملتوها دي. وبعدين عندنا ايه بقى؟ بصوا الحلاوه، انا مش هحطها غير لما تيجوا. ايه ده؟ ده عين جمل. عين جمل مكسرات مع السلطه ما اقولكوش. اولا بتدي طعم حلو جدا وفيها فوائد كتيره وخطيره، تخلينا نعرف نركز، بتخلينا يبقى عندنا انرجي حلوه وطاقه حلوه. فاحنا لو كلنا شويه مكسرات اصلا واحنا قاعدين بنذاكر كده هيبقى التركيز عندنا اعلى بكتير، فاحنا بنحطه كمان في السلطه اللي هي كلها فوائد. ايوه اخر حاجه خالص بقى يا بنات، مين يعرف ده بالشم كده؟ ها النعناع. يا اختي عليكي شاطره والله العظيم، وبتقف في المطبخ بجد مش بتضحك علينا. شويه نعناع للتزيين كده في الاخر ونبقى جاهزين بطبختنا الحلوه. خدنا وقت يا بنات خالص؟ ما خدناش اي وقت خالص. هنخلي ماما تبقى تسلق لنا المكرونه وتسلق لنا الخضار. ايوه بتدوق. يلا دوقي. والله عندك حق تدوقي، انا كمان هجيب المعلقه بتاعتي. خلصنا الشوك وقولوا لي رايكم ايه؟ تحفه جميله. تحفه بجد؟ لا اتاكد بنفسي بقى ما دام تحفه. تمام. انا عايزه اجيب دي تحفه بجد بقى. حلوه قوي 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 قوي. هتعملوها في البيت؟ طبعا. هتعلموها لهم؟ طبعا. طيب احنا هنكمل اكل في السلطه التحفه اللي احنا عاملينها دي، وبعد كده هنروح نغني اغنيتنا الحلوه ونبقى خلصنا رحلتنا. اتبسطتوا في الرحله؟ جدا 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 جدا. طيب قول لهم باي باي بقى يلا. باي. الله. تعالوا ناكل.